اللاعبين على الأداء اللي قدموا، لأن أول مباراة تنظن بأنهم ما كانش يستحقوا ينهزموا، حتى كبنا بعض الأخطاء بطبيعة الحال، شيء عادي في كرة القدم. هي اللي كانت تجي منا الخطورة ديال الخصم، ولكن جاونا بعض الفرص اللي كان ممكن أننا نخلقوا منهم فرص سانحة للتسجيل. على العموم هزيمة تبقى سلبية، نتيجة سلبية وفي الظروف اللي تنعيشو، ولكن الأداء ديال اللاعبين تنظن بأن ما عندهم على شي، ما عندي لاش نتقلق عليهم، لأن داكشي اللي عندهم عطاو، خاصة الخروج ديال مهدي مبارك خلف لنا واحد الفراغ في وسط الملعب، وبالتالي زغود يسجل هدف رائع من بعيد، يعني اكسيون انديفيدويال اللي دارت الفرق. نتمنى ان شاء الله اننا نسترجعوا اللياقه ديالنا المباراه المقبله ضد الدفاع الحسين الجديدي باش نحققوا نتيجه ايجابيه، لان احنا محتاجين النقاط في هذه الظرفيه.